السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس بدي اعرف حضرتك انت ليش طالع من جسر؟ والله طالعين هربانين. هربانين من شو يا عمو؟ سمعنا في جاي جيش وجاي عالم. يعني انت شو حاط في بالك الجيش مثلا دخل على البلد شو يسوي؟ والله يا اخي ما بنعرف، عم نفزع فزانا من هالعالم هذا، كله على طلعت بطل هدف. يعني انت متأين من دخول الجيش على البلد ولا لا؟ انا لا والله خراب، ولا يعني بمين ما اجى لهون نحن بده يصير. ما بنعرف ايش نتيجتنا نحن، والله فزعانين طالعين. يعني فزعانين انه يدخل الجيش على البلد؟ فزعانين والله على حالنا وعلى عوائلنا وعلى يعني الله يعطيك العافية.